استشهد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون في أنحاء متفرقة من قطاع غزة الذي يشهد قصفا إسرائيليا عنيفا جوا وبرا وبحرا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم انتشال 3 شهداء فضلا عن عدد من المصابين نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمنزل بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني عددا من المصابين نتيجة إطلاق نار من طائرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين خلف جمعية المعاقين جنوب مدينة رفح الفلسطينية. كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المدنيين قرب مفترق عوض الله بمخيم بنا وسط مدينة رفح الفلسطينية. يا حاجة اتعذبوا.